السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شريف رمضان مبارك علينا وعليك وعلى أمة سيدنا محمد. قولي يا في رمضان اش كيعجبك؟ كيعجبني أولا الخروج، ما نجلس في الدار. علاش؟ إلا جلس في الدار غنبقى نتناقر مع المرأة، غنهرسو الطباصل، غنهرسو التلفازة بكل تواضع. هادشي اللي كاين. وشي حاجة أخرى اللي كتعجبك في رمضان أكثر؟ في الماكلة ولا في الخروج؟ في الماكلة. في الماكلة. في الماكلة. كتعجبني الحريرة، هذيك اللي فيها الكياس، فيها الحمص، العدس، الفول، هذيك هي أعز حريرة عندي. كدير بها العجنة، كتلوح الضالة. كتشبع الكريشة. ومن حدك مبتسم والضحكة زوينة. قولينا شنو نكيتة؟ نكيتة، هذه واحد المرأة غادا في الكار، غادا وقالت لها ذاك اللي حدا، قالت لي أوليدي راني كندوخ 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 كندوخ. قال لها هو ولا لا، وحمد الله من اللي انت كدوخي، راه الناس كيشريوه بالفلوس باش يدوخوا. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي.